وكان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم يسارع جبريل عليه السلام بالقراءة خشية أن يفوته شيء من الآيات التي ينزل بها الوحي، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هل فهمت الآن أن الله عز وجل لما تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن له وإقرائه إياه وتثبيته في فؤاده صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بحاجة كمثلي ومثلك وسائر أهل القرآن وحفاظه، أن حاجتنا إلى القرآن ودوام قراءته ومراجعته وتثبيته حفاظاً عليه خشية التفلت والنسيان؟ لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان بمأمن عن نسيان القرآن وتفلته وذهابه، لأن الله تكفل له بحفظه وتثبيته في صدره، فإذا كان حرصه رغم ذلك على مدارسة القرآن وعرضه على جبريل عليه السلام كل عام في رمضان. إذا فنحن أحوج معشر أهل الإسلام أمة القرآن أن يكون لنا عناية بالقرآن في رمضان على نحو آكد، فإننا محتاجون إليه لضبطه، محتاجون إلى تثبيته وحفظه، محتاجون إلى خشية تفلته ونسيانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمن الله له ذلك كله كان يعرض عليه جبريل القرآن ويدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان عليه الصلاة والسلام، بل كان حتى العام الذي مات فيه. وفي الصحيح أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. فكان عليه الصلاة والسلام على هذا الشأن العظيم حتى آخر رمضان في حياته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن من المعاهدة للقرآن وتدارس القرآن والحفظ للقرآن والبقاء عليه والارتباط به على نحو آكد في رمضان أن يكون لنا عناية فوق قصد الحفظ والمراجعة والاستظهار، إنه العيش مع القرآن. صاحب القرآن سواء كان حافظاً له عن ظهر قلب أو حافظاً لبعض أجزائه أو ليس له شيء من حفظه كثير، إلا أنه إن أقبل على القرآن في رمضان فحقه أن يفتح أبواب قلبه ونوافذ فؤاده في جلسته مع القرآن قبل أن يفتح غلاف المصحف ويقلب صفحاته، لأن الشأن أن نعيش مع القرآن بملء مشاعرنا وجوانحنا وقلوبنا وأفئدتنا. فإن هاهنا نعيماً عظيماً في جوف القرآن، نعيم دنيوي وأخروي يتقلب المؤمن في ثناياه يستمتع بما أودع الله تعالى فيه من المعاني العظام والأسرار والحكم والأحكام.